بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونحن نمر بمرحلة عصيبة في بلدنا الحبيب. نوجه الشكر الخالص إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سفرو الذي ما فتئ يعمل كل ما في جهده لإرضاء المواطن السفروي. شكرا جزيلا لك. إلى جميع المواطنين والمواطنات بمدينة سفرو الغالية، قبل كل شيء رمضان مبارك سعيد على الجميع. الشكر الخالص من السلطات المحلية والإقليمية تبلغكم وتقول لكم عواشر مبروكة، الله يدخل علينا رمضان بخير وعلى خير. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. اللهم انصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. اللهم اجعل بلدنا بلد المغرب بلدا آمنا. اللهم ارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبهذه المناسبة نوجه نداء إلى الساكنة الصفريوية، نبلغها بقرار وزارة الداخلية التوقيت عمل المتاجر المواد الغذائية والمخبزات من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء. لهذا كنطلبوا من جميع المواطنين والمواطنات باش يلتزموا معنا في هذا رمضان بالحجر الصحي مرسوم قانون الطوارئ الصحية، يخليوا الأمور تبقى مزيان كما راها ويتعاونوا مع السلطات. هانتوما كتشوفوا ليل ونهار القياد أعوان السلطة رجال الأمن الوطني رجال الوقاية المدنية رجال القوات المساعدة رجال الدرك الملكي رجال القوات المسلحة الملكية رجال الصحة بجميع أصنافها، كل شيء سهر ليل ونهار باش يحميكم. أشنو غتقولوا لهم؟ نقولوا لهم رمضان مبارك سعيد، تبارك الله عليكم والله يعاونكم، والمواطن السفروي دائما معكم التزم معكم ناد المنبر. شكرا لأطفال مدينة سفرو، رمضان مبارك سعيد، الله يفجي علينا كاملين، الله يفجي علينا كاملين في هذه العواشر، وتحية للجميع.